السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. النهارده هتكلم في موضوع جديد، بس بفكركم قبل ما ابدا متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات وتتاكدوا ان هو على الكل. النهارده بقى يعني حضرتش في حاجه كده ليها علاقه بالاداب المرور والمصريين وسلوكيات المصريين في اللي انا برصدها في الشارع يعني، والعظيمه جدا. يعني انا زمان قبل حتى ما اتعلم السواقه ما كنت صغيره حتى، يعني كنت اسمع كده ان مش عارفه يعني هل دي حاجه ما يعني اتعلموها لنا مثلا واحنا صغيرين ولا ايه، مش عارفه. بس في اداب في المرور، في اولويات في المرور يعني، فالاولويه في مرور المركبات الطريق بتبقى للناس اللي في الشارع الرئيسي، مش اللي داخلين من طالعين من الرصيف او داخلين من شوارع جانبيه. دي حاجه اساسيه يعني. الحاجة التانية ان وزارة الداخلية يعني او ادارات المرور في الوزارة ديت بتعمل في كتير من الشوارع، وخاصة ان دي مأساة يعني متكررة، فبتعمل في الشوارع علامات عند مدخل الشوارع ان ممنوع الدخول في الشارع دوت. لكن اللي بيحصل بقى حاجة ملهاش علاقة خالص باللي الواحد اتعلمه، يعني ان المصريين ليهم كده يعني حاجات لطيفة جدا. حاجة اولانية ان يعني الاولويه عند يعني في المينتاليتي دي بتاعت الغالبيه العمر العظمى يعني من الكائنات اللي عايشه في جمهوريه مصر العربيه، ان الاولويه اولا للذكور ابتداء كده. ثانيا ان مفيش حاجه اسمها يعني ممنوع الدخول في الشارع، مش مهم الشارع طبعا اتقفل او اي حاجه، وان الناس كلها بتعمل كده يعني لما تقول لحد يعني على الاقل واحد حتى لو غلط، ما احنا كلنا ممكن تجينا لحظات ونغلط مستعجلين وتبر يعني، بس لما اكون انا غلطان المفروض ان انا اوسع للشخص. انما البجاحه يعني بتاعه يعني انا شفت في النساء يعني وذكور يعني ان ده بيحصل وبيبقى بجاحه رهيبه، وهم اصلا اللي داخلين اتجاههم غلط يعني، وبيوقف الشارع وعادي جدا يعني ما فيش اي ضمير حي خالص، هو مش موجود اصلا يعني. الحاجه الثانيه ان في اولويات برضو في في في, في الثقافه بتاعه الناس دي، هي ان التوك توك ده اولويه يعني. التوك توك مش مهم بقى يعني ناقص التوك توك، كان بحس ان التوك توك ده هيخش في بقنا يعني، عامل زي الدبانه كده كل ما في الشات تيجي يعني حاجة فظيعة يعني. وبعدين التكاتك بقت كمان برضو في شوارع سريعة يعني، في طرق سريعة بتمشي عكس اتجاه عادي، هي اصلا ملهاش انها تدخل في طرق عادية حتى مش سريعة، ومع ذلك هي بتمشي عكس اتجاه يعني اشراف قتل يعني. حتى قانون المرور السير عكس اتجاه ده اشراف قتل، وده بيمارس يعني الاشراف قتل ليل نهار في حياتنا، وعادي العربية بتاعتك تتخبط وتبقى انت هتموت لولا حزام الامان زي ما قلت في الفيديو اللي فات. تاني يوم بالمناسبة عملت حادثة وانقذني منها حزام الامان، سبحان الله يعني كان قلبي حاسس يعني. وممكن الناس بتخبطك وانت بتتأذى شخصيا، ومالك بيتأذى وعربيتك بتتدمر، وهم ما فيش خالص، الضمير ميت تماما يعني. ونتكلم برضو على اولويات الطريق بتاعه المصريين. من ضمن الحاجات برضو ان انا كنت زمان قبل ما ابدا السواقه، وانا يعني مش بسوق من زمان، بس انا على وشك يعني ان انا خلاص يعني حاجه بسيطه جدا يعني ايام يعني، ومفروض ان يجي معاد تجديد رخصه القياده، فرخصه القياده بتقعد 10 سنين، فانا بقالي يعني سنين بسوق يعني. قبل ما اسوق بقى كنت بركب تاكسيات وكده، او حتى بركب مواصلات احيانا، بس كنت اسمع كده خير الله وجع خير، واشوف يعني بالتجربه الحقيقه ان الناس دي لما بتيجي تشاور لها او بتيجي تنزلك بيروحوا راكنين جنب الرصيف وينزلوك، وبعد كده عادي بي يعني ما بيوقفوش الطريق. لكن اللي انا بشوفه بقى للنهار حاليا وانا سايقه ان سواء هم بيوقفوا لحد شاور لهم او بينزلوا حد، بيحصل ده في وسط الطريق ليه؟ مش فاهمه يعني. الحاجات اللطيفة برضو طبعا الركنه يعني، دي بقى من الحاجات اللي الواحد يعني كاره حياته وعمره وبلده، وهي مش بلد بس الواحد كارهها كرش يعني، ضمن اسباب طبعا يعني موضوع الركنه يعني. بفضل ان انا امشي والمشي الرياضه طبعا كل حاجه لما بقى الجو حلو، وان انا يعني اسوق يعني حريه ما بعدها حريه. فاللطيف ان موضوع الركنه ان الناس بقى المحلات وكده
مش بس ان هي مش عاوزاك تركن قدامها وهي فاتحه، لان هي محلات يعني تعتبر الـ هذا المبنى يعني او الحاجه دي ان هي مجرد مخزن بيحطوا فيه اثناء قفل المحل دوت، بيحطوا الكونتينرز بتاعت المحل دوت بقى، التلاجات بقى، استندات واتيفر يعني. وان اثناء بقى الشغل لكل ده مش هقول على الرصيف، لا ده بيطلع بره الشارع، فهم يعني عيشهم يا جماعه ده اللفظ اللي بيتقال. فهم حتى يعني حتى لو هم قافلين ما بيسمحوش لهم ليك ان انت تركن قدامهم يعني. والنهارده يعني انا كنت جاي اركن عادي قدام مكان يعني، هو اصلا حتى لو محل فاتح فهو انا من حقي ان انا، بس هو اصلا كان قافل يعني، انا كان الصبح بدري. فلاقي واحد اللي جنبه بيقول لي هتيجي بعد الضيف، قلت له ساعتين، فعمال محتارت برضه. فانا يعني مش طايقه كده كتير يعني، فمش طايقه نفسي ورايا ميعاد شغل يعني، فمش قادره يعني. فراح قايل لي بعد كده، ف يعني هو مش مئز قوي ان هو يعني انا اصلا كنت ركنت يعني، ممكن اسيبه وامشي يعني. فهو متضايق ازاي هيسمح لي ان انا اركن، فبيقول لي اصل الستات بتقول ساعتين. وقلت له لقيت نفسي بقول له انا اصلا يعني كلمتي ارجل من كتير من اغلب الذكور الموجودين يعني، من كتر ما الواحد تعبان بصراحه. حاجه كمان بقى لطيفه برضو بتحصل اثناء السواقه في مصر يعني، هي ان الناس المشاه يعني كنت اعرف برضو زمان كده يعني ان الرصيف ده اسمه يعني رصيف بتاع المشاه يعني، وان العربيات بتمشي في الشارع، ده اللي انا كنت اعرفه يعني. بس انا لما بدات السوق اكتشفت ان لا، ان الرصيف ده بتاع المحلات هو طبعا، والمكان الراكنه فما فيش مكان، والوسط قعر الطريق ده او يعني وسط الطريق ده بتاع المشاه. فانت بقى يعني انت كعربيه ولا انت عارف تركنها على جنب ويأسن يعني، ولا انت عارف تمشي اصلا في نص الشارع في يعني عذاب بقى. وعشان تكلكس للناس، فانا يعني دايما اقول ان هو لازم اتليست 3 كلكسات لكل مواطن. فهم لو مجموعه مثلا 3 اشخاص، فانت لو عملت الثلاث كلكسات ولا اكتر دي مش هتحرك الواحد بعد عذاب يعني. لكن لازم بقى تعمل 9 مثلا 10 اكتر بقى، أو على حسب بقى العدد، وكل واحد ما يعني بيشوف ان دي مش دي يعني، الكلكسه دي ما لهاش علاقه. فيعني حتى احنا لغه التواصل بينا مفقوده يعني، ازقكم ازاي اشوطكم مثلا. فمش وحاجات برضو لطيفه ان الناس بترمي نفسها عربيات يعني مثلا على البحر افطار السريع وكده. حاليا طبعا من الحاجات الكويسه يعني، واحد يقول الوحش كويس، في حاجات كويسه ان بقى في اشارات مرور، اشاره المرور بتقفل كده كام ثانيه او دقيقه مثلا او يعني نص دقيقه عشان الناس يعني المشاة تتحرك على البحر مثلا، البحر ده خطر يعني. لكن الناس برضو يعني سبحان الله تيجي قدام نفس المكان ده الاشاره، مش عاوزة تستنى الثواني اللي فاضلة وترمي نفسها، ده اسمه انتحار يعني. الشخص ده اللي يعني بيعمل كده ده اصلا ملوش دية. وبعدين يعني هتقول مثلا طب هو بيعتمد ان انت هتفرمل، ممكن ما فرملك تسيب، ولو فرملت مرة واحدة انت نفسك هتموت جوه العربية من الدفعة بتاعت فرق السرعة، من سرعة عالية لان انت بتوقفها بفرامل بشكل مش تدريجي، والعربية اللي وراك هتخبط فيك وهتخبط في بعض، وهو عشان سيادته يعدي بقى واحنا نبقى احنا كده يعني فرملنا. فبصراحة يعني الناس دي مجرمة 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 من حيث لا تدري يعني، بس دي اجرام يعني. انا شايفة ان ده غير الذعر ان الواحد بيحسه بقى لما يلاقي مثلا اسرة كده من المصيفين على البحر بترمي نفسها عربية وانت ماشي اتليست مثلا 50-60 كيلو يعني، هو اقصى حاجة في على البحر 60. فحاجة يعني من الحاجات اللطيفة جدا. بس دي كام حاجة كده من الصبح، وانا طبعا اكيد يعني كل النزولة بشوف لي على الاقل 2-3 من اللي انا قلت فيه ده، فقلت بقى اعمل لكم فيديو على القصة ديت يعني. يا ريت لو حد عنده حل بصراحة في التعامل يعني، عشان انا بصراحة تعبانة ونفسيتي تعبت من البشر كلهم يعني، انكلودنج طبعا اللي بيشوفوا اثناء السواقة. فعاوزين حلول بصراحة للانعدام الاداب العامة ديت، مش عارفه الواحد يروح فين بصراحه. ف بس هو ده اللي حبيت اكلمكم فيه، ونلقاكم ان شاء الله في حديث اخر وفضفضه اخرى، والى اللقاء.